لا بأس، نذهب وإياكم مشاهدينا الكرام إلى الحدث السياحي ونتابع في أدلتنا طبعا كلمة الوزير الأول السيد أيمن بن عبد الرحمن الذي سيشرف طبعا على إطلاق أرضية رقمية حول المسارات الموضوعاتية للسياحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السيد الأمين العام للمنظمة العالمية للسياحة، السيدات والسادة أعضاء الحكومة، السيدات والسادة المدراء العامون للمؤسسات التابعة لقطاع السياحة، السادة ممثلو الغرفة البرلمان بغرفتيه، السيدات والسادة ممثلو الاتحادات والجمعيات المهنية، السيدات والسادة ممثلو أسرة الإعلام، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يسعدني بداية أن أرحب بكم في هذه المناسبة السعيدة التي تشكل محطة هامة في إطار التعاون المثمر مع المنظمة العالمية للسياحة الذي مكننا اليوم بفضل تضافر جهود جميع الفاعلين من الوقوف معا على أولى إنجازات هذا التعاون الهادف إلى تطوير السياحة وترقيتها وإيلائها المكانة اللائقة بها في بلادنا، بجعلها ركيزة اقتصادية حقيقية تجسيدا لبرنامج رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الرامي إلى تنويع الاقتصاد وخلق ديناميكية تنموية جديدة، لا سيما في القطاعات الخلاقة للثروة ولمناصب الشغل، وهو ما عكفت الحكومة على تنفيذه بحزم وإصرار من خلال التصنيف الاستراتيجي للطلب في مجال السياحة الوطنية والدولية لتحديد أنماط السياحة الواجب تسليط الضوء عليها، إضافة إلى وضع خطة وجهة الجزائر التي ستعتمد على أقطاب التميز السياحي وخطة جودة السياحة والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وفتح خطوط جديدة لشركات الطيران منخفضة التكلفة. ولتفعيل هذه الجهود على أرض الواقع تم وضع استراتيجية تسويق صورة وجهة الجزائر ودليل الاستثمار السياحي في الجزائر بمشاركة ومساهمة كل الفاعلين والشركاء من القطاعين العام والخاص ومختلف الفيدراليات والاتحادات والجمعيات المهنية، وبمرافقة ودعم من قبل المنظمة العالمية للسياحة، إذ تتضمن الاستراتيجية تحليلاً دقيقاً للمقومات السياحية الجزائرية وللأسواق المستهدفة، وكذلك العروض السياحية المقترحة وبرامج للتسويق السياحي، كما تتضمن مقترح مخطط لتحسين صورة وجهة الجزائر، ويأتي مشروع دليل الاستثمار السياحي في الجزائر كلبنة أخرى لدعم الجهود التي تقوم بها بلادنا بالتعاون مع المنظمة العالمية للسياحة، والذي يتم العمل على موائمته مع قانون الاستثمار الجديد. ويضاف إلى ذلك الإطار القانوني المحفز والمتمثل كما قلت في قانون الاستثمار الجديد الذي أعدته الجزائر وفق مقاربة اقتصادية تعتمد على مبدأ رابح رابح، تضمن للدولة والمستثمر على سواء حقوقهما على حد سواء، حيث أكد السيد رئيس الجمهورية على ضمان استقراره وسيروراته لمدة تفوق العشر سنوات على الأقل، وهو ما من شأنه أن يحرر روح المبادرات للمتعاملين المحليين والأجانب، ويكرس مبادئ حرية الاستثمار والشفافية والمساواة في مجال معالجة مشاريع الاستثمار، ويمكن من تحفيز المبادرات المحلية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في كل المجالات. وفي هذا المقام أود أن أجزل الشكر للمنظمة العالمية للسياحة، وأخص بالذكر الأمين العام للمنظمة السيد زوراب بولو ليكاشفيلي الذي أبى إلا أن يسلم شخصياً نتائج العمل المشترك الذي باشرته الجزائر مع المنظمة والمتمثل في استراتيجية تسويق وجهة الجزائر ودليل الاستثمار السياحي في الجزائر، وهو ما يعكس إرادة قوية لدى الطرفين للسمو بهذا التعاون،
إلى آفاق أرحب وأوسع وتحقيق إنجازات أخرى نتطلع إليها سوياً، خاصة وأننا نعلم كل العلم ما بذلته هذه المنظمة من جهود حديثة في سبيل ترقية وتطوير السياحة في العالم، خاصة في فترة جائحة كورونا وما أنجر عنها من تداعيات عصيبة على اقتصاديات كل دول العالم. أيتها السيدات الفضليات، أيها السادة الأفاضل، إنه ليسعدني أيضاً أن أشهد معكم اليوم الإطلاق الرسمي للبوابة الإلكترونية للمسارات السياحية الموضوعاتية، والتي تعتبر خطوة هامة في تجسيد مخطط عمل الحكومة في شقه المتعلق بالتحول الرقمي للإدارة العمومية، من خلال إنشاء بوابات حكومية تسمح بولوج أسرع إلى الخدمات العمومية، وباعتبار أن السياحة تحتل حيزاً هاماً في برنامج الحكومة القاضي بتنفيذ مخطط وجهة الجزائر وعصرنة القطاع، فإن إنشاء بوابة إلكترونية لهذا الغرض سيفتح بلا ريب آفاقاً واعدة لانتعاش السياحة في بلدنا. كما أن إطلاق هذه البوابة يدخل ويندرج في إطار تجسيد التزام السيد رئيس الجمهورية بعصرنة الإدارة العمومية وإنتاج محتويات رقمية وطنية عالية الجودة في إطار التحول الرقمي للإدارة العمومية، وهو ما تعهدت به الحكومة في مخطط عملها المصادقة عليه أمام البرلمان في سبتمبر 2021 في شقه المتعلق بتطوير استخدام تكنولوجيا الإعلام والاتصال في تسيير مختلف النشاطات، والتي من ضمنها استحداث مسارات سياحية موضوعية وتطوير منصة رقمية للخدمة العمومية في مجال السياحة. إن بوابة مسارات الجزائر السياحية تعد منتجاً سياحياً في حد ذاته، حيث تختصر الطريق أمام السياح على اختلاف مشاربهم في اختيار الوجهة والمسار الذي يلائمهم، سواء من حيث الاهتمامات أكانت ثقافية أو أثرية أو طبيعية أو حتى دينية، أو من حيث قدراتهم المالية أو اللوجستية كذلك، وهي بذلك نافذة مفتوحة للسائح حيثما كان ليتسنى له رسم مساره حسب إمكانياته ورغباته. ما من شأنه تطوير السياحة الداخلية في بلادنا بالدرجة الأولى، والتي تختلف من قطاع إلى آخر وتتنوع من منطقة لأخرى. أيتها السيدات الفضليات، أيها السادة الأفاضل، يدخل إطلاق البوابة الإلكترونية مسارات الجزائر السياحية في إطار برنامج رقمنة قطاع السياحة والصناعة التقليدية 21-24، والذي يقضي برقمنة كافة النشاطات والهياكل التابعة للقطاع بإنشاء 26 منصة إلكترونية وحلول رقمية وتصميم 58 موقع إلكتروني محلي، بالإضافة إلى وضع حيز التنفيذ نظام المعلومات الجغرافي لتسيير المناطق والمواقع والهياكل السياحية في البلاد، والذي تم إنشاؤه بالتعاون مع الوكالة الفضائية الجزائرية، حيث يعتبر منصة رقمية تحتوي على تطبيقات متعددة الوظائف، من بينها توفير المعلومات والبيانات والإحصائيات والخرائط والمخططات والتقارير والاستبيانات، ووضعها تحت تصرف المصالح المعنية لاستغلالها وفق الحاجة. وستشرع هذه البوابة في التعريف بما تتوفر عليه الجزائر من مقومات سياحية متنوعة ضمن مسارات مختلف أنواع السياحة، حيث ستقدم تقدم الإضافة المرجوة للترويج والتسويق للمنتج السياحي الوطني الذي تعرضه مختلف الوجهات السياحية المحلية، وتشجيع بروز أقطاب الامتياز السياحي. لقد تم الإطلاق التجريبي للنسخة الأولى للبوابة في شهر مارس الماضي ب 281 مسار سياحي موضوعاتي، ليشهد ارتفاعاً تدريجياً خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة بإحصاء 377 مسار سياحي موضوعاتي، وهو عدد يفوق الأهداف المسطرة والذي كان 365 مسار. كما بلغ عدد المواقع السياحية شهر جوان الحالي 1123 موقع،
وقد تم إدخال المعلومات المتعلقة ب 58 وجهة محلية وإنشاء 116 حساب مستخدم لفائدة مسيري البوابة من الإدارة المركزية والمصالح الخارجية للقطاع والقطاعات المعنية ذات الصلة بالبوابة. وستعزز هذه البوابة في نسختها الحالية القابلة للتوسعة والتحديث العرض السياحي الوطني، وتجعله متاحاً أمام الجمهور الواسع وكافة الفاعلين وعلى رأسهم صناع الأسفار والرحلات السياحية الذين سيكون بإمكانهم المساهمة في إثرائها وتطويرها. السيد الأمين العام للمنظمة العالمية للسياحة، السيدات والسادة أعضاء الحكومة، السيدات والسادة الحضور، ختاماً أنتهز هذه السانحة السعيدة لأجدد شكري للسيد الأمين العام للمنظمة العالمية للسياحة والوفد المرافق له على دعمهم للجزائر في سبيل تطوير وترقية السياحة، والشكر موصول لكافة إطارات ومهني قطاع السياحة على جهودهم المبذولة في سبيل تطوير القطاع السياحي والارتقاء به إلى مصاف القطاعات الاقتصادية المنتجة والجالبة للثروة. وأعلن رسمياً عن إطلاق البوابة الإلكترونية مسارات الجزائر السياحية. أشكركم على كرم الإصغاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. تفضل. يتفضل في هذه الأثناء سيادة الوزير الأول السيد أيمن بن عبد الرحمن على الإطلاق الرسمي للبوابة. تحية من فضلكم البوابة الإلكترونية مسارات الجزائر السياحية. شكرا لكم مرة أخرى سيادة الوزير الأول.